اجرام، هذا ارهاب هذا. والطريقه هما ضربوه كاع وتكرفسوا عليه، ومجا دار الدوره ورجع وشافوا باقي كيتنفس وجاب الدوره بالطوموبيل وبدا يمشي على ويجي. هادو راه اعدام قليل في حق بحال هادو، لان الدائره ما خصهاش تبقى هذه. هادو خصهم اشد العقوبات بعد المجرمين هادو، وخصهم بحال هادو يتبحثوا ويشوفوا عاوتاني وربما يكونوا مرتكبين جرائم اخرى، لان بحال هاد الطرق هذا هذه غير لائقه وما كتصلحش، وخاصه حنا دول عربيه واسلاميه وفين ما كان كاع، هذه ما عندو حتى حاجه بالاخلاق ولا الانسانيه. هادو شي حاجه اكثر من الاعدام خصها تكون في حق هاد المجرمين هادو، لان هاد الشيء بزاف باش يهدوا الانسان وبداو يقتلوه، ما ضربوه تكرفسوا عليه وتكرفسوا هذا، وداز بدا ديك الطريقه ويمشي عليه بالطوموبيل وجروا بالطوموبيل. هنا كيبين لك ان هادو عمل ارهابي، خص البحث ديالهم ويشوفوا معاهم كيمشيو ومعاهم كيجيو وفين كانوا وفين مشاو. هادو خصهم بحث معمق، لان ما يمكنش يديروا هذا الشيء طبيعي. خلينا من ديك الهضره يقول لك لا هذه البوفا لا هذه تخربيق، العمل الاجرامي اجرامي، هذه حيت ماشي نشل شي واحد نشل البورتابل ولا شي حاجه، هذا الطريقه اجراميه والقتل العمد. اذا هنا خصهم اشد العقوبات وبحث معمق معاهم كاينين وفين كيمشيو، وخصهم يتبحثوا شحال من عام اسم الجرائم، خصهم يبقاو يبحثوا مزيان اسم الجرائم اللي ارتكبوا والاصدقاء ديالهم شكون هما وشكون معاهم كانوا باش نعرفوا، لان الطريقه هذه ما عندها حتى شي مبرر. بقى فينا الحال بزاف، بقى فينا ذاك الدري بزاف، وهذاك السيد خاصو الاعدام. تالمنا بزاف والله، واخويا ولاد الناس لاباس عليهم بزاف، ما خاصش يكون هذا الشيء، خاص يكون داك الشيء بالعدل، بحال اللي عنده بحال اللي ما عندوش. علاش انت زعما باك عنده غادي دير في الناس ما بغيتي؟ لا حشومه، ما خاصش يكون شي، ما خاصش يكون هذا الشيء. هذا راه خاصو اعدام، لان هذا الحبس غادي يمشي ليه غاتوصل احسن كفوا، غينعس احسن نعاس، غيضرب عام ولا خمس سنين ولا اربع سنين عادي يخرج عاوتاني. هذا راه خاصو شي عقوبه، خاصو اعدام. هذا واش واحد الانسان قتل ثلاثه ديال الرواح ولا قتل ثلاثه ديال الرواح ولا ما عرفش الرواح وخرج، ما دوز حتى نهار ديال الحبس. وهذا السيد هذا اللي مع دوك الناس اللي تستروا عليه، راه كلهم خاصهم عقوبه هاد الناس هادو. وكنقول التعزي لهذوك الناس ووالديهم الله يرحمهم، لان هذاك السيد، لان هذاك السيد اللي قاتل ما يبقيش اللي بغى والديه اللي تستروا عليه وبغاو يهربوا، ما يبغيش شي واحد يتقاس بولادهم همايا وقاسوا ولاد الناس وقتلوا ولاد الناس، والله ياخذ فيهم الحق. خاصو عقوبه مشدده اللي هي المؤبد. حاليا العقوبه ديال الاعدام ما بقاتش في المغرب، ولكن هذا المؤبد لانه كاين واحد النيه مبيته ديال القتل، يعني مع سبق الاصرار، هذه ما فيها الشك. هذه جريمه قتل واضحه المعالم، وبالتالي راه القانون غادي ياخذ المجرى ديالو، فهمتي؟ وانا كنظن بان هاد الناس خاصهم عقوبه مشدده اللي هي المؤبد صراحه، لان جريمه قتل واضحه والقانون واضح في المساله، ما فيها حتى شي يعني ما فيها حتى شي شك. هذه ما فيها لا اجتهاد لا والو، انسان قتل واحد مع سبق الاصرار والترصد. سمعت انا انه ضربوا المره الاولى بشي حديده او ما تعصاش ليا، من بعد ركب السياره ديالو عاوتاني خرج عاوتاني في هذاك الطالب مسكين الجامعي اللي الله يلا حرام رزانه في واحد اللي الحياه ديالو كلها دراسه وعلم، في الاخر تيجي واحد شمكار ديال الخلا عنده الفلوس ولا ما عرف شكون يمتسر عنده الفلوس وتيضرب واحد، الله يلا حرام هادشي حرام.